رادار شهرزاد على شاديه فان. كم نتوما اللي كتسمعونا في مات في الراديو ولا شاد اف ام. الفنان اللبناني سعد رمضان شدوا الرادار وهو كيوجد الديو مع فنانه البانيه. اشنو تفاصيل الديو؟ علاش هو بالضبط مرتحيت ومهدى لبال؟ تتصلنا بسعد رمضان وعاود لينا تفاصيل الديو. نسمعوا شنو قال حصريا شاد اف ام. مرحبا، معكم سعد رمضان، عم بحكيكم من لبنان. عينو صابت فرقتنا يا حبيبي بين يوم وليله. بدي رحب بكل مستمعي شدا اف ام، بدي رحب بكل مستمعين اللي عم يسمعونا من المغرب ومن كل الوطن العربي. بدي قلكن لقطني الرادار، عم بعمل ديو انا وفنانة البانية اسمها سوني مالاي. هذه الفنانة هي بلجنة اكس فاكتور، تعتبر من اهم الفنانات بالبانيا. ان شاء الله ديو حيكون شيء كتير 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 جديد علي ستايل بعد ما عملته. يعني انا هلأ عندي 12 اغنية تقريبا، يعني هذه الاغنية الديو انا وسوني حتكون كتير مختلفة عن كل شيء عملته، ما بتشبه ولا غنية عملتها من قبل. حتكون موسيقتها كتير غربي، سوني حتغني بالانجليش وانا رح غني باللبناني. كمان رح صور اغنية جديدة من هلا لاسبوعين ان شاء الله، رح سافر من لبنان على البانيا كرمال اعمل ديو انا وسوني ونصوره بكليب جديد مع مخرج كمان الباني. هيدي مش اول مرة بتعامل مع المخرج الالباني بلاندي، حتكون تالت عمل انا وياه من بعد احساسك صنم ويلي مدوبني. وهلا عالجديد يعني حنصور كليب ديو أنا وسوني إن شاء الله. إن شاء الله تحبوا كل شيء عم بعمله. بالنسبة لمشاريع جديدة، أكيد في سفر، أكيد قريبا جدا رح أكون بالمغرب إن شاء الله يا رب. إلي الشرف، أنا مش أول مرة بروح على المغرب، هيدي تاني مرة بتكون. كتير متشوق، أنا بعرف قد في ناس عن جد بتحبني بالمغرب وأنا بحب الشعب المغربي كتير كتير كتير. هيدي كانت كل أخباري، اسمعوا كل جديدة وكل أغاني حصريا على شرطة أف أم. هذا كان تصريح خاص وحصري لكم نتوما اللي كتسمعونا على شدا اف ام. وكما ديما كنقول لكم، الاخبار قبل الاخبار، من عند مول الاخبار ما تمشيو فين. رادار شهرزاد على شدا اف ام.